عايز اشوف الدكه دي. من الاهلاويه الكويسين طبعا صلاح السعداني، فاروق الفيشاوي، دول من اللي تعتمد عليهم يعني. ده من مدرب احمال. مدرب الله يرحمك يا عبد الله فرغلي. انا عايزك تاخدني كمان بقى بين علاقتك جامده قوي بالكابتن طلع سليم الله يرحمه، كابتن محمود الخطيب، وشكل مجلس اداره الجديد للنادي، وعائله الواحده، مبادئ وقيم اخلاق العيال. عايزك انت يمكن اقرب واحد لينا في من الفن ومن الاعضاء ومواظب وكل حاجه، عايز المس منك الشكل ده حقيقه بالنسبه للناس وانتنا بنعايد عليهم كده في عيد الفطر. اولا كل سنه وهم طيبين. النادي الاهلي مهما حدث الجمهور ماشي ورا الاداره، وده اللي مضايق الاخرين. احنا نمتاز بالحكايه دي، ان جمهورك اللي بره الجمعيه العموميه بيدعمك وماشي معاك. ان شاء الله ان شاء الله الكبوه اللي حصلت، اللي دفعنا ثمن الاشتراك في بطوله عربيه وبطوله افريقيه بلا ذنب، اتحاد الكره مشترك في جريمه ضد واحنا امتثلنا لجميع القرارات. يعني انا شايف ان وان شاء الله اذا ما حصلش، اذا كمل الدوري السنه دي، وانا ما زلت بشك، النادي الاهلي هياخد الدوري والتآمر اللي كان على النادي الاهلي ده لازم يتفك، لانه ما حدش يقدر يتآمر فتره طويله على الكيان الكبير. ومش عايز اسيبك برضو قبل ما اروح لرانيا، تقول لي تمنياتك، وانت شايف بطوله الامم الافريقيه الجايه هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى بطوله صعبه جدا مش سهله. احنا مشكلتنا داخليه مش خارجيه، احنا عندنا لعيبه بيلعبوا في اوروبا. مشكله حصل شيء في الرياضه المصريه، في دخلاء دخلوا للاسف مصريين وغير مصريين. يعني ايجابيات وسلبيات. انا شايف السلبيات مؤذيه جدا اكتر. والهدف مصر دي كبيره وعلى طول هي اللي عليها العين في الرياضه. على فكره اللي بيحصل في الرياضه هو اللي بيحصل في الفن. يعني مش عايزين تاريخك ده كله يكمل. في مؤامرات خارجيه. انت حصل مشكله لعيب كبير قوي قوي عبد الله السعيد، واللي حصل وراح وجاء عشان تتغلب ماتش في كاس العالم. معلش كلامي قد يكون واضح يعني. لا لا صريح. الدنيا كلها اتكلمت في النقطه دي. يعني فارجو من المسؤولين عن الكوره انهم يعرفوا قيمه النادي الاهلي ويحافظوا عليه. انت حاسس ان السوشيال ميديا ليها حاجه في، ليها يد في الموضوع ده؟ اكيد في كل حاجه السوشيال ميديا. بس انا ما يعني ما ارضخش للسوشيال ميديا. يعني انا شايف فيه يعني مؤامرات لهدم كيان النادي الاهلي. اخي النادي الاهلي هو شيء ناجح جدا منذ نشاته حتى الان، مختلف يعني في كل المجالات في مصر حصل فيها بتاع الا النادي الاهلي، فعايزين يكسروا فيه. انا هفكك من الكلام الجامد اللي انت قلته ده واقول لك عايد بقى على محمد عبد العزيز وكريم. عندنا حد في العيله زملكاوي؟ عيلتنا؟ سلام. يا سلام. لا 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 انا يا ابني. طيب محمد عبد العزيز اخويا الكبير والمخرج اللي اشتغلت معاه واستاذي في معهد السينما والاهلاوي اللي قدي 200 مره. محمد يعني اهلاوي بقى بعيد عليه. يلا كل سنه وانت طيب يا محمد ودايما معانا، ونفسي اشوف لك فيلم قريب كوميدي بجد.